بسم الله الرحمن الرحيم. كنتطرحوا اليوم في اطار تنسيق ما بين ثلاث الجمعيات في تنزال الوطا، جمعيه تيردوين، جمعيه الانطلاقه للتنميه المستدامه، وجمعيه التضامن للتنميه المستدامه، وجمعيه تورتيت للتنميه. في اطار تنسيق ما بين هذه ثلاثه الجمعيات، كي قلت تم اليوم افتتاح ثلاثه ديال الروض ديال التعليم الاولي، واحد في دوار انامر، واحد في دوار تنسورد، وواحد في دوار تلمط. كي قلت في ثلاثه الهدف هو، لان كنا ديجا بدينا، والهدف ديال هذه الجمعيات هو انهم يخدموا بالاوراش اللي كيخدموا عليهم، وانهم كنخدموا على 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 الطفل، التعليم، التمدرس، على المراه. وبهذا الخصوص عندنا شراكه مع جمعيات في مراكش اللي كيخدموا معنا، ولاحظوا راه كاينه جمعيه فضاء المستقبل اللي دابا دايره تنشيط الدراري، وكاين جمعيات اخرى اللي كنخدموا معاهم في المسائل الاخرى. في نفس الوقت هذا الشيء انتهزنا الفرصه ديال اليوم، انه كديامات كاينه الدفاع ديال عيد المسيره. بوحنيق عمر، مستشار في الانطلاقه للتنميه المستدامه. هذا يعني الجمعيه بتضافر ثلاث جمعيات، جمعيه الانطلاقه، وجمعيه طلمط، وجمعيه تورتيت بان مر، رطائنا باش نفتحوا هذا التعليم الاولي اللي هو كيتعتبر يعني اللبنه الاولى في اللبنه الاولى بالنسبه للبناء، البناء اي 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 طفل ولا تلميذ يعني يعتبر. لذا ارتئينا باش نعطيو هذا الاهتمام، وبتضافر للجهود ديال رئيس الجمعيه السيد وسام مشكور، وكذلك اعضاء رئيس الجمعيه ديال طلمات ورئيس الجمعيه ديال انامر، كنشكرهم جميعا. يعني تمت الامور ان شاء الله، وراه حنايا ان شاء الله ساهرين وخدامين على هذا المشروع، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع. بارك الله فيك سيدي.